شفت واحد منكم يوطوط هنا اني لا اكسر راسه. يعني ما تبي تتصالح؟ في شيء اسمه احترام الناس. لا تزعجنا يا اخي. كلام غايه في الايجابيه. عندي كلام مهم. خروفي لابس بدله صوفي. يعطيك العافيه، تحيه. ذكريات طاش يوميا السابعة مساء على قناة ذكريات. أجمل ذكريات رمضان. صار
قد ما انا في المجهول. عرف السيارات كل الناس راحوا بالسيارات. ما تسكت انت زين. انا شكلت بطلت شبدنا. لا بعد الله في الشيطان هذا ال... لك شغل في خبر. احنا شنو بدنا في شنو؟ والله الواحد مو عارف ايش يقول يا رب. لا ان شاء الله ما يموت. يا ابو سعد صل على النبي اكرم الله. لا تسوي في نفسك كذي بالحياه، ما الا الخير ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. سكتوا صلوا على النبي والله يهديكم. ما صلوا على النبي ما في شيء، ما في الا الخير ان شاء الله. ما في خبيث. لا حول ولا قوه. سالمين يما يبا سالمين وين راح يما؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مش مصدق اللي حصل ده. أمال أنا أقول إيه بس؟ الرجل الطيب الأميرة أبو سالم يجراله كل ده. سلمها لله يا رجل، سلمها لله. اللي مكتوب محدش يقدر يمنعه. ونعم بالله. بس بالشكل ده الشغل حيوقف، حينشل. رغم اللي كان بيعمله فيا، لكن العشرة مش هينة علي. والعمل يا رفعت، احنا هنقدر نقف كده نتفرج على بيت الراجل وهو بيتخرب؟ انا مش عارف ازاي اتصرف. مصيبة مصيبة وكارثة ما كانتش على البال. هنعمل ايه؟ ما تدبرني يا رفعت. سعاد شنو هذا يا سعاد؟ كل هذا انت تسوينه يا سعاد؟ أمي وين راحت فيه؟ أبوي وينه طيب؟ أخواني وينهم؟ لا أكيد صاير شيء وأنا ما عندي خبر. سعاد يا سعاد أبوي صاب شيء. لا أنا أروح أشوف شو اللي صاير. يبا 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 ما في داعي للازعاج، ما في داعي للازعاج. ابوي يا دكتور الله يهديك. ما في داعي للازعاج، ما يستمع، هو في البنج الحين. اصبر على بيه يلا ودي الملك. كيف يا ابوك مقطع شبدي بعد زيد يا ابوك؟ انا لله وانا اليه راجعون. فارس
فارس. اخوي ما تعرف احد من العيال بينزل البلد اليومين؟ بعطي رساله وديها لاهلي، محتاج الفلوس ضروري. في واحد اسمه ابراهيم ابو جبل. ابراهيم ابو جبل عرفته. معقوله اللي قاعد يصير في البيت هذا؟ اخوي سالمين وينه؟ وشلون يسكت على وضع مثل هذا؟ سالمين؟ اي سالمين. سالمين اخوك من عرف السفر يا ولدي وهو ما يثبت في الديره. تصدق وتامن بالله انه في خلال 3 شهور سافر 3 مرات. سالمين يسافر؟ من متى يا جدي سالمين بدا يسافر؟ من متى يا ابوك؟ انا ما ادري عن سفره ما مسافره. شلون يا جدي ما تدري؟ شلون يا ابوك انت من سافر وانا ما طبت بيت ابوك الا اليوم، ولولا اللي صاب ابوك ما جيت مره ثانيه. والله معاك حق يا جد، بيتنا اصبح ما ينطاق بالمره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه السلام. ها اختي سبيكي بشري، سعاد شلون اليوم؟ الحمد لله ان شاء الله اشوى. عطيناها لدوى وها كرقلت مسكينه سعاد. اخوي سالمين مسافر وسعاد مريضه فوق بالاعصاب وابوي طايح في غرفه الانعاش في المستشفى، ما ادري ليش قاعد يصير فينا كل هذا في البيت. ايه يا ولدي، عين وصاباتنا عين ما صلت على النبي. ثالث سمير. الحمد لله على السلام اخوي. الله يسلم. شلونك؟ ها منين جاي ذا الوقت متاخر؟ هذا عداله كل يوم طلعته من اذان الصبح وما يجينا الا هالحزه. يا سمير اللي وراه مدرسه ينام بدري. اخوك ذا وراه مدرسه؟ يبا اوف. ايش تبي تقول يا خال؟ يا وليدي يا سالم، انت يا ابوك جاي من السفر وتعبان ودايخ، قم روح غرفتك ابوك وارتاح، ومن اصبح ابوك افلح. اسمع يا جدي، انا ابيك تقول لي كل اللي حصل وانا غايب. انا رجعت قلت بحصل ان شاء الله كل شيء متغير في البيت، لقيت بالعكس. رجعت بعد ما حققت طموحي، ما شفت الا بالعكس اني قاعد احلم الظاهر. انا بقول لك الحقيقه يا ولدي. تفضل يا خال. اخوك سمير بطالي ودوال من البيت الى السكه ومن السكه الى البيت، يعني ما عنده شغل. يعني اخوك بالعربي انطرد من المدرسه. شلون ابوك الحين؟ ان شاء الله احسن. والله ابوي تعبان ومن ايام في المستشفى، الظاهر معه نزيف داخلي، يعني في مرحله الخطر. لا حول ولا قوه الا بالله. وانت شنو تسوي الحين؟ والله ما ادري يا اخوي احمد شو اسوي، فكري مشتت، وبيتنا معفوس فوق حدر. الله يكون في عونك، الحقيقه ما تلام يا سالم. احنا بالشكل ده هنخرب بكت الراجل، المشروع لازم يخلص في الوقت المحدد. يلا قوموا روحوا شوفوا شغلكم. ايه ده؟ هنشتغل 14 ساعة في اليوم؟ حرام عليكم. احنا ما بنشتغلش 14 ساعة بدون خارج دوام. يجي ابو سالم بالسلامة وان شاء الله تاخدوا كل فلوسكم. 16 احنا ما خدناش ولا ريال يا باشمهندس. يا حبيبي ابو سالم يخرج بالسلامة وهتاخدوا كل حقوقكم، صدقوني. ما عندناش فلوس ناكل وعيالنا نبعت لها فلوس منين بس؟ اديها فرصة وهتاخدوا كل حقوقكم. شوف يا باشمهندس، احنا ياما سمعنا كلامك، ما خدناش حاجة خالص، ما احناش شغالين معاك بعد كده. حسنين، اسمع الكلام وروح شوف شغل. اروح شوف شغل ايه بس؟ شوفوا بقى،
اللي مش عاجبه راح امشيه واجيب غيره، انما كله ضروره يشتغل مظبوط. تعبت وانا ادور على ايه شرف عتعبت. يلا سيبك يا مجنون. انا مجنون. سيبك يا مجنون. انا صابين يا حرامية. سيبك يا مجنون. ما عندك الا بالشرطة. يا حضرت يا حضرت انا مش مقاول، انا مهندس مهندس وبس. انا دوت على المقاول مالي جاهزة. يا اخوي اذا ما خلصت البيت اخلص عليك انت. صلى على النبي يا جماعة، صلى على النبي. شوف المقاول اتفطر عليه. يا ناس يا ناس امسك في بيتي قبل اموت. رجب رجب. نعم نعم. اسمع، ابغى تجيب لي جميع العقود والاتفاقيات حقت المشاريع اللي ماخذتها المؤسسة بسرعة. يلا. حاضر. يلا بسرعة. حاضر. والسكرتير بعد وين راح؟ لا يكون سافر. لا هاي سافر. تعال وين بتروح؟ ها؟ وين رايح؟ يا جماعة يا جماعة أنا ماليش دعوة بحاجة، أنا مجرد سكرتير. أنت راس البلد يا سوسة، مو مالك دعوة. والله ده أنا غلبان. غلبان؟ وين معذبك؟ معذبني؟ هو معذبني بس ده مدوخني. معذبك أبو سالم وين راح له؟ ما تقول لنا وين راح؟ أبو سالم ها؟ أبو سالم في المستشفى. حيلة جديدة هذه حيلة جديدة. شو اللي صاير يا رجب؟ من الاخوان؟ انت اللي من تكون؟ لو سمحت هد اعصابك وتكلم بدون انفعال علشان نتفاهم وياك. انا واحد منحوس، حظي المنحوس وقعني في يد المقاول المحترم ابو سالم، فهمته؟ وانا سالم ولدي خير. ها زين الحين عين نعرف ناخذ حقنا الحين منك. دام انك انت سالم ولده عجل يا اخوي حل لنا هالمشاكل اللي دوخنا ابوك فيها. وانت بعد هم لكم طلبات؟ يا سلام، لنا طلبات واجد يا اخوي. بيوتنا لها سنه ونص ما خلصت. اي نعم. وابوك له راضي خلص بيوتنا وله راضي قابلنا ويتحيل فينا يروح يمين يسار. ذبحنا يا اخوي. بسيطه يا ابن الحلال، حقكم انا مقدره. اي بسيطه والله، حاسب مشاكلكم كلها. على العموم تفضلوا داخل ونتفاهم. يلا تفضل. يلا تفضل. جيب لنا شاي. تفضل تفضل. لا لا عصير عصير. تفضل تفضل تفضل. شاي والله عصير. شو اللي سويته بنفسك يا سعد يا ولد؟ شو اللي سويته يا ابوك؟ شو اللي سويت؟ ابو سالم ابو سالم رد علي يا ابو سالم، انا سبيك رد علي. لا تشيل هم المؤسسة ولا المشروع يا ابوك. سالم قايم بالواجب والزيادة، بس انت تطلع لنا بالسلامة ان شاء الله وكل شيء يصير على ما يرام يا ابوك. كسر ضرسي كسر ضرسي ما تجي مبي. سعد 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 حالتك ما بسيطة يعني إن شاء الله ما أخلاف يا دكتور. بسيطة إن شاء الله. حالتك ما من طريق غرفة الإنعاش. زيارة ممنوعة لو سمحتوا. يا الله سبيت يا نعم. شنهو؟ نقلوه غرفة الإنعاش؟ طيب طيب يما لا تزعجين نفسك الله يهديك. طيب إن شاء الله يصير خير. طيب مع السلامة. أخي سالم. نعم. في واحد برا عايز يقابل أبو سالم. يبغى الوالد؟ أي نعم. خليه يتفضل. حاضر. تفضل يا أخي تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل استريح. أنت أبو سالمين؟ سالمين. اي نعم، مو هذه مؤسسة ابو كلج. اي نعم، وانا سالم. اي اخو سالمين. اي نعم، اي خدمة؟ انا بغيت الوالد سعد. والله الوالد تعبان شوي وانا محله في المؤسسة، اي خدمة؟ لا والله انا ابراهيم صديق سالمين. وانا صار لي اسبوع راجع من السفر والتقيت مع الاخ سالمين واعطاني رسالة وعنوان المؤسسة، وانا صراحة انسان مشغول وما فضيت الا هاليومين، عاد قلت اخطف رجلي عليكم
واجي اعطيك الامانه. تفضل. رساله من سالمين؟ اي رساله من سالمين. بيني وبينك ان سالمين في ازمه، في ازمه فلوس، وانا اخوك ابراهيم ما قصرت معاه، اعطيته مصروف حق 10 ايام حق الفندق. مشكور يا اخ ابراهيم بو طبل. مشكور يا اخ بو طبل. اي خدمه؟ تشكر يا شيخ. مع السلامه. اهلا. شو الحكي؟ شو السالفة؟ لو أدري ما جيت وتعنيت ولا جبت الرسالة حتى بيالة شاي ما قال تفضل. ول صج بخل، وإذا ما هو بخلة ما أكون أنا أبو طبل، أنا أبو مرواس. سارة، سارة اللي صار صار، البكا ما راح يسوي نتيجة. سارة ان شاء الله ابوك يطلع من السلال المستشفى ويصير احسن من اول. ابوي في غرفه النعاش اي معه. ساره احنا كلنا مؤمنين بالله، واللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين. نعم بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام. الله خير. الله خير يا بنتي. استريح استريح. لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول صجوة، عسى مريت على عمي أبو سالم في المستشفى. والله يا أبوك مريت، لكن الدكاترة قالوا ممنوع الزيارة الحين. يا بنتي، وحدي الله وجهه داعي، ما له داعي بهالحكي. بعدين الله سبحانه وتعالى كريم، كريم وما ينسى عبد، وكلنا ترى تحت رحمة الله. ونعم بالله، ونعم بالله. يا ولدي يا جمعة، أبيك تصير ريال وترفع رأس أبوك. أبيك من بكرة، من بكرة تروح مؤسسة أبو سالم وتوقف مع سالم أخوك. أيوة، ما يحتاج تقول لي، أنا بنفسي رحت حق سالم وقعدت معاه في المؤسسة وتفهمت وياه، وقلت له أنا مستعد أساعد معاك من الألف إلى الياء. بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله فيك. والنعم يا ابوك يقول راعي المثل، الناس للناس والكل بالله. هذه اخوك يا سالم. اخوي جالس برا يمه وقاعد يرسل لنا رسائل يبغى فلوس. يا وليدي ما نبي الناس تحكي عنه. اخوك محتاج حد بيزه وطرش، لا خليه يرجع. شلون يرجع يمه الله يهديك؟ شلون يرجع بس؟ من تمله على شله تعبانه مثل الله يهديك يمه. الاخ لو انك شايف صديقه بس اللي ارسل الرساله كان تقتنعين فيه. صاير يا سالم؟ جيت في وقتك يا جدي. يا الله سترك، يا الله يا الله سترك، يا الله سترك، يا الله. شو السالفه يا ابوي؟ السالفه سالمين يا جدي، مرسل رساله يبغى فلوس. سالمين؟ اي سالمين، سالمين ولد بو كلج. الاخ عجبته الجلسه في بلد الخارج هناك وقرر يمدد اجازته. اجازه؟ اي اجازه؟ الحين من راح ومسافر صاير له شهرين. يا سالم يا وليدي، انت بتطرش حق اخوك بيزات ولا انا ابيع ذهبي واطرش له انا؟ يا يمه فهميني، مو مهم من هو اللي يرسلنا الفلوس، اخوي سالمين انا عارفه، مش في درب، ما هو بدربه، مش في درب الشيطان. التملع على شلة تعبانة. الله ما نبدأ عارف إلى وين راح يوصلونه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا ما أدري إيش قاعد يصير في بيتك يا شعري ولدي. ما أنا بصدق. لا صدق يا جدي، صدق. صدق مدام المركب تمشي بدون ربان بيصير فينا أكثر من اللي صار. لا يا ابو سالم، انت اليوم احسن. كاني احسن يا دكتور، خلني اطلع من المستشفى، انا زهقان طفشان من قاعد هني. انا عارف كم يوم ان شاء الله وبنطردك من المستشفى. زين اوكي. يا الله. السلام عليكم. عليكم السلام. انت رجل، انت من بد الناس ما ابغى اشوفك،
بهدلتني حرام عليك. اقول لك ادعي لي من قلبك. لا اقوم انصدم. دعيت لك والله يا ابو. لا تدعي لي مره ثانيه ولا بدعوتك كلش مره واحده. انت مبدل الناس كلهم. ازاي صحتك الاول؟ صحتك ما لا صحتك بس يلا هدني لا تسال عن صحتي. جبت الاوراق اللي قلت لك عليها. اين اين الاوراق؟ تفضل. اسمع نعم. انا ابغاك تقول حق المهندس رفعت يمر علي بكره هنا ضروري. من عيوني يا ابو سالم. خلي عيونك لك انا ما بيها. اسمع شوف ودير بالك على المؤسسه تمام. يا ابو سالم يا ابو سالم احنا متورطين ومش عارفين نعمل ايه مع الزباين. يا ابو سالم لازم تكون معانا لازم تكون ويانا. يا رجب انا اهم شيء عندي يا واي هذاك المشروع صارف عليه دم قلبي ومنتي ايش فيك انت؟ ما علي انا من الزباين وغيرها اهم شيء عند المشروع ينجحوا بس. طيب صحتك 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 صح ايش عليك من صحتي؟ يلا روح مكتبك روح فكر على يا حتى وانت نايم على السرير مش عايز تهمل. شنو هذا؟ هذه ذهبي صبر بعد خلنا اعطيك هذا اللي باقي علي كله ود السوق بيعه وخذ بيزاته طرشهم حق اخوك ولا تخلي ولدي هناك يتغربل. شنو هذه يما الله اصبر 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 خل افصخ اللي علي كله ود السوق وتخلي اخوك هناك في ديره الغربه محتاج حق بيزات. ايش هالكلام يا سبيتش ايش هالكلام؟ عودنا على هالموضوع مره ثانيه. ايش تبي عيل اقول يا ابو سعد؟ ولدي في ديره الغربه ومحتاج حق بيزات وانا مقعد هني ما ادري اذا كان ولدي حي ولا ميت. يمه ولدك حي لا تخافين عليه. ايش دراكم بقلبي ايش دراكم بقلب الام؟ تاكلون وتشربون رايحين وياين مستانسين وانا حتى رقاد الليل ما اشوفه. يا سبيتش يا سبيتش سالمين اذا صارت عنده فلوس ما هو براجع لنا فهمتي؟ انزين يا يدي اذا ما طرشنا له فلوس يمكن يتورط اكثر. يمه الله يهديك يمه لا تكدري نفسك وفلوس ما نبي نرسل له. يا رب تاخذ عمري يا رب تاخذ عمري بفتك من هالعيال فكني منهم. انزين واذا ما طرشنا له فلوس تعتقد ان سالمين راح يرجع؟ اذا ما رجع عرفت شغلي معاه. أنا أعرف شلون أرجعه. الماي فظيع بس أنت خلفه المفروض تنقع شوي. شو رأيك في رفيجك هامور ولا لا؟ فلتة. أدري مو محتاج شهادتك بس بصراحة يا سمير أنا مستغرب حاجة واحدة. شنو؟ شلون قدرت تاخذ المفاتيح من ابوك؟ وانا مستغرب حاجه واحده شلون انت لهالدرجه غبي؟ انت ما تعرف ان انا ذكي؟ ما تعرف ان انا فلته؟ استغليت فتره غياب ابوي ووجوده بالمستشفى دخلت حجرته حطيت يدي على المفاتيح وتليتهم حطيت مخباي وحط رجلك. زين ان شاء الله يا رب ابوك يطول في المستشفى. اول شيء لا تدعي على ابوي. ثاني شيء حتى لو طول ما يهمني انا ماخذ احتياطي سويت بدال المفتاح ثلاثة مفاتيح ثبير. فظيع قلت لك فلته ما فيها كلام. انا ادري اني فظيع لكن انا مستغرب من شيء واحد. الشباب وينهم؟ اشوف الطراد واقف. ليه نسيت؟ ايش نسيت؟ الشباب طالعين رحلة. مخي دمار انا ساعات شوي اخبط لكن فاتتنا هالرحلة خسارة ما رحنا وياهم. الجيات أكثر لا تخاف. على رأيك الجيات أكثر إيش ورانا؟ إلا أقول لي أخوك سالمين ما رجع؟ أنا جاي هني عشان أنسى مشاكلي وأنت ترد تذكرني فيها؟ ما أدري يا أخي. شلون أخوك ما تدري عنه؟ أنا بالله عليك من كثر قعداتي في البيت 24 ساعة قاعد ألف وأدور معاك وين أدري عن بيتنا أنا؟ وامك شو اخبارها؟ الف مره قلت لك لا تفطري امي صاير لا تفطري امي. يمه يمه زين زينب يلا 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 عاد قبل الزحمه يلا يا بنيتي يلا يلا تعين وتعاون. مش بنيتي مش يلا يا مكو حولنا جدة يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم Shit, shit, shit.
شو اللي سويته يا دعي؟ شو اللي سويته يا دعي؟ ما تقول لي يا دعي شو اللي سويت؟ الله يهديك يا ابو سعد، شو نسوي؟ ما سويت شيء؟ يا دعي شلون تقول لسعد على سالفه سالمين؟ ليش تعلمه ليش؟ اذنكم ما علمتوه. ايش مدراني انا؟ ما تشوفه على السرير مريض ما يقدر حتى يتحكى معانا، تروح تعلمه بالسالفه هذه؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبي الله عليك يا دعي، حسبي الله عليك. سعد ابو سالم ايش اللي حصل؟ والله ما ادري يا دكتور. بناكم الزيارة والانفعال ميزين على شانه. ابو سالم أعزائي المشاهدين، ضيفنا في هذه الفقرة هو الفنان القدير مطلق أبو مطلق. مساك الله بالخير يا أخ مطلق. مساك الله بالخير. أنا جيت أخوي مطلق، ممكن تعطينا فكرة عن أعمالك الفنية؟ أي بكل سرور. أنا جاي وجبت معاي بعض لوحاتي اللي أنا راسمها، زين، مجموعة من اللوحات، يعني هذه خيار وباذنجان ورطب. وعندي اللوحة هذه استغرقت مني وقت طويل. هذه اللوحة عبارة عن شجرة وفوقها عصافير. ممكن أنت تسألني والمشاهدين يسألوني وين العصافير؟ العصافير يا ويهال وكشوهم فطاروا، أصبحت الشجرة مجرد رمز فقط. إيه نعم. يعني أنت سويت قبل فترة معرض، كيف كان إقبال الجمهور على معرضك؟ كيف والله؟ ذكرتني بالمعرض. المعرض أنا خسرني اللي وراي واللي قدامي، وشريت عصير علشان اللي يجون يطالعون رسوماتي، يعني يدشون ببلاش ويشربون عصير ويتفرجون على الإبداعات. لكن الحقيقة أخوي اللي حضروا بس اثنين، خالي وأبوي واثنين مواطنين، بس أربعة الحضور. يعني ما في تقدير للفن، بس أربعة حضور. ها؟ أي نعم. يعني ما كان في إقبال على المعرض؟ والله أخوي، يعني أنا من واقع وجهة نظري كفنان تشكيلي أقول إن للأسف الكثيرون لا يعرفون قيمة الفن التشكيلي. هم يفتكرون إن الفن التشكيلي عبارة عن تلخبط. لا، الفن التشكيلي يحمل الكثير من المعاني والإبداعات. الإبداعات هذا بحر الأزرق، هذا البحر الأحمر. نعم. يمكن يا أخ مطلق أنك ما قدرت توصل الفن التشكيلي أو الشيء اللي تبغاه للجمهور، يعني بمعنى آخر يمكن أنك فشلت في توصيل الرسومات والفن التشكيلي للجمهور. أنا فشلت. أنا زودت. مطلق الله يهديك يا مطلق، عقل أنا أبوك، حسبنا الله عليك وعلى مطلق. يا مطلق عقل أقر شغلك مو عاد اللي تسويه، حسبنا الله عليك وعلى يوم اللي أبوك فيه. وش قاعد تسوين؟ اقعد يبا. وش قاعد تسوي أنت الحين؟ بغيت تخنق أبوك، حسبنا الله عليك. أنا ذاك يقول لي فاشل، أنا يقول لي فاشل، يقول لي فنان فاشل. يبا من هو اللي قالك الحين فاشل؟ ابن الحلال احنا نايمين في أحلى نومنا، قمت نغصت علينا وحطيت يدك في عالجنا وبغيت تموتنا. أنا يقول لي فاشل وزنطته. يبا يبا ما زنطته، انت زنط أبوك، بغيت تفطسنا الله يهديك. هذا شغل كله مو عدل اللي قاعد تسويه هاللون. أنا فاشل يا يبا. أنا بديك أحبدي أحلام كل ما هي عدلة، والله بدي حوستك في المطابخ الساعة 3 في الليل وتحوس الماعين وتقول لي لا موسيقى وتسمي به شغل كل مو عدل هاللون. اقعد يبا ارقد، اقعد اقعد ارقد. شو رايك يبا اروح ارسمك هاي البجر؟ هذا مو عاقلة. انا احسن اروح انام في المطبخ يبا، احسن لي احسن. تخنقني بعد تموتني بعد مستريح من هالدنيا. يبا ما هو عدل. الله يلعن شرك. شوف هالجوتي هذه، انا قبل الله اقطه في الدرام ما استريح من هذه الجوتي يا وادي، يمكن احطبها، حسبنا الله عليك وعلى يوم اللي ابوك فيه. يبا يا حالك مي حالك. يعني يقول انا فاجر، انا فنان فاجر. سعاد انت تسمعيني طبعا. سعاد ليش انت تبغى تعذبين اللي حواليك؟ ليش تبغى تحطمين كل شيء جميل بحياتك؟ ليش؟ سعاد انت ما انت مريضه، انت تستجدين العطف والحنان منا، انت تبغى تعذبيننا كلنا، انت تبغى تعذبين كل من يحبونك، صح؟ انت تكرهين ابوك علشان كذا قطعت صورته. انت ليش تضعفين؟
ما تقدرين انت تواجهين ابوس، واجه ابوس بكل شجاعه. لا تصلين جبانه، قولي يا يابا ليش انت ما دخلت المدرسه؟ ليش منعت المدرسه؟ ليش حرمتني؟ لكن انت ضعيفه. ابكي ابكي ستري الدموع، احرقي قلب المسكينه هذه، احرقي قلب امك واحرقي قلب ابوك، هذا اللي تقدرين تسوينه. لو في ذره من شجاعه قلبي ابوك، قول ليش سويت بي كذا يابا؟ ليش؟ ليش منعت من الدراسه؟ ليش حرمتني؟ لكن انت ضعيفه، انت جبانه، انت خايفه، انت بس يا دكتور بس خلاص ما في فايده، ما تبغى تساعد معانا. يا سعاد يا سعاد ليش ما تبي تساعدين مع الدكتور؟ ليش معذبتنا كلنا الله يهديك؟ ايش ذنب امي؟ ايش ذنبنا احنا اللي حواليك كلنا ليش؟ خلاص من اليوم ورايح جلسات ما في، ما في جلسات. خلاص العلاج بيد سعاد وحدها هي، خلاص. شلون يا دكتور الله يهديك؟ خلاص احنا سوينا اللي علينا وخلصنا والباقي على ربنا. نعم اهلا دكتور احمد. ايوه موجود مدير المستشفى. طالبني اي طالبك خير ان شاء الله. نعم اي نعم. ها ابوي ايش فيه؟ مات مات. البقيه بحياتك، هم السابقون احنا اللاحقون ان شاء الله. الله يرحمه ان شاء الله، ربنا يدخله الجنه. الله يرحمك يا ابو سالم، الله يرحمك. امي هذه الدنيا ابو